فم مش كسل وزم خطير وفرحنا المساح قبل العمير خسر الكور. اوه الله 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 الدفاع من ايمن الترابلسي ويبقى اللغط من جانب الملعب التونسي صبري العميري عالي لعب التونسي الحاج محمود ويسترجع الكرة صبري العميري صبري العميري قدام البلال ايتمان يمشي ياخذها العميري العميري صبري 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 في الوسط ممتاز صبري لحارس الملعب التونسي امام الظهير فهمي بن رمضان عكس الهجوم لزملاء صبري العميري صبري العميري كجناح ايسر